من تأهلنا إلى كأس العالم في بطولة تايلاند لحد هذه اللحظة. يعني كأنما يعني نزلنا ترانزيت بقطر، كل القطريين هنونا، كل الموجودين بالمطار هنونا لأنه إحنا رافعين الكأس، كل اللي نزلنا مطار بغداد هم أيضا كل الموجودين هنونا، إلا الحكومة العراقية وزارة الشباب والبرلمان ما دروا لنا بال، ولا كأنما نزلنا غرباء ببلدنا. لا أقف، تقول القطريين هنونا والحكومة العراقية ما هنتنا؟ أي والله، والله العظيم الموجودين القطريين يعني على المسؤولين على المطار كلهم هنونا بتأهلنا لكأس العالم، وإحنا نزلنا مطارنا غرباء أصلاً، ما حد هنانا ولو استقبلنا الأمير العام أستاذ الدكتور أحمد العاني ومطار بغداد الدولي، لأنه كان المكتب التنفيذي الدكتور عقيل وأستاذ عبيد في مهمة في اجتماع الاتحاد العربي في تونس، واستقبلنا أستاذ أحمد العاني. هسه أنا بالمناسبة هذا الجواز أحد اللاعبين المتأهلين إلى كأس العالم، أعطاني الجواز قال إحنا إذا ما حد يهتم بينا ولا إحنا إنه قدر، هذا جوازكم أخذوه. أنا في مالا، أنا بعد ما أمثل العراق ما أعرف ليش، خلي يسمع رئيس الوزراء، خلي يسمع وزير الشباب والرياضة. هذا اللاعب لأحد اللاعبين متأهلين كأس العالم، أعطاك الجواز، أعطاني الجواز قال لي هذا جوازكم أخذوه، أنا بعد ما أريد ألعب بالفريق. ليش؟ لأنه أي اهتمام، ولحد الآن إحنا ما حد اهتم بينا ولا واحد قال لنا السلام عليكم.